النهاردة هنحيي مع حضراتكم ذكرى وفاة الفنان الكبير خالد صالح، واللي رحل عن عالمنا زي النهاردة من عام 2014. طبعا احنا مفتقدينه جدا في السينما المصرية، لأنه كان معروف بقدرته الفريدة على تجسيد الشخصيات المعقدة وأدوار الشر بأسلوب مميز ومختلف منه. خالد صالح ده واحد من أبرز نجوم السينما المصرية في الفترة الأخيرة، بقت يمكن نقول أنه ابتدى مسيرته الفنية من مسرح الهواة قبل ما يتفرغ للتمثيل في عمر متأخر نسبياً، لكن موهبته الاستثنائية لمعت بسرعة وأدواره القليلة معلمة معانا. خلينا نتابع ونعرف عنه تفاصيل أكتر. تحل علينا اليوم ذكرى وفاة الفنان خالد صالح الذي رحل عنا في 25 من سبتمبر عام 2014. بدأ خالد صالح مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة ومسارح الهواة مثل مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، واستمر لفترة طويلة في التمثيل بجانب عمله في التجارة الخاصة. ده أخوي، أنا مش هخبي عليك، يعني لو اشتغلت عمري كله مش هعرف أعمل ربعهم. واطمن علي آدم. ولد خالد صالح في مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة عام 1964، وقرر التفرغ الكامل للفن في عام 2000 وهو في 36 من عمره. كانت بدايته السينمائية في فيلم جمال عبد الناصر عام 1996، حيث قدم شخصية رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية صلاح نصر. احنا ابتدينا دلوقتي نفصل الأمن السياسي عن الأمن الحربي. من غير حكاية يا أبو صلاح، إيه المشكلة؟ المشكلة أني طلبت انتداب بعض الضباط، وفقولي على نصهم اعترضوا على نص التاني، وأنا شايف الحقيقة أن دي مش روح تعاون بالمرة. مش للدرجة ده أبو صلاح. كما شارك في أول أعماله الدرامية في مسلسل أم كلثوم عام 1990، وجسد فيه دور مأمون الشناوي، وقدم صوته في النسخة المدبلجة من فيلم نيمو. خالد صالح تميز بسرعة تألقه وبراعته في تقديم الأدوار المعقدة، خاصة أدوار الشر، ومن أبرز أعماله السينمائية تيتو، عمارة يعقوبيان، الريس عمر حرب، الحرامي والعبيط، كف القمر، ابن القنصل، والجزء الثاني من الجزيرة. تصدقت مع عدوي ولا ايه؟ انا ما حدش هنا يقدر يعاديني. الكل هنا بيشتغل لحسابي. انت طول الوقت كنت بتشتغل لحسابي. اما في الدراما التلفزيونية فقد قدم مجموعة من الاعمال المهمة مثل الريان، موعد مع الوحوش، تاجر السعادة، وسلطان الغرام. وخلال مسيرته الفنية حصد العديد من الجوائز، منها جائزة التمثيل من مهرجان الأفلام، وجائزة الإبداع الذهبية، وشهادة تقدير لأفضل تمثيل من مهرجان الإعلام العربي عن دوره في مسلسل تاجر السعادة. ورحل خالد صالح عن عالمنا بعد إجراء عملية جراحية في القلب عام 2014، تاركاً خلفه إرثاً فنياً خالداً. حي الراجل ده كان عظيم جدا، ويمكن من سوء حظنا احنا ان هو بدا متاخر، يعني تخيلوا كمان عدد السنين القصيره اللي هو اشتغلها سواء في السينما او في الدراما. طبعا هو بدا كمسرح، لكن على الرغم من عدد السنين القليله الا انه فعلا ساب مجموعه من الافلام وقدر يجسد شخصيات كلها، ما فيش شخصيه زي الثانيه. عمل ضابط المخابرات زي ما شفنا، وعمل امين الشرطه، وعمل الضابط في تيتو، وعمل ابن الانصل، ايدك بقى بترتعش يا انصل، وفي تيتو يعني الحاجات، حتى الافيهات بتاعته والجمل اللي كان كمان بيقولها في افلامه جمل خالده فعلا. يعني انا بابا يا لدي احنا ماشيين نقولها لبعض، صح؟ الاداء اول ما تيجي تقولي حاجه اقول لك انا بابا. لا والله، لو نبص عليه في الأداء، الطريقة، الوش وملامح الوش مدرسة. وتعبيرات الوش، الصوت ونبرة الصوت واستخدام طريقة الصوت وهو بيتكلم، حقيقي كانت يعني أدوار عظيمة. صحيح. جدا، رحمة الله عليه رحمة واسعة.